نذهب مباشرة مستمعين الأحبة إلى الملازم أول علي بن سعيد الفارسي المتحدث الرسمي باسم قطاع البحث والإنقاذ باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. أهلا وسهلا بك الملازم علي. أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام. يا مرحبا وسهلا بك، سعيدين بالتواصل معك، وتطلعنا مباشرة على آخر المستجدات، وإذا كان هناك ثمت بلاغات تلقيتموها في الساعات القليلة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله لا توجد هناك حتى الآن أي بلاغات متعلقة بحوالة بحث أو إنقاذ عن مفقودين جراء هذه الأودية. الحمد لله، وهذا ما ندعو دائما إليه، إلى ضرورة الاستماع والأخذ باحتياطات وإجراءات السلامة خصوصا خلال هذه الفترة. ونحن نشكر من هنا جميع المواطنين والمقيمين على حسن تعاونهم حقيقة خلال هذه المرحلة. نعم، خلال الساعات الماضية ما هي المخاطر التي يجب تجنبها؟ هل رصدتم تجمعات لمياه أو جريان لأودية بشكل يشكل خطورة يجب التنبيه عليها؟ حقيقة هناك بعض، يعني هناك هطول لبعض لأمطار تفاوتت بين المتوسطة والغزيرة على بعض المناطق في محافظة ظفار، بالتحديد على المناطق القريبة من ولاية صلالة. أيضا جرت على إثرها بعض الأودية والشراج، ولكن الحمد لله هناك دوريات توعوية، دوريات مائية قائمة بعمليات التوعية والإرشاد. كذلك هناك إخلاء احترافي للشواطئ والأماكن المنخفضة. حاليا حسب القراءات العددية للحالة الجوية تركزها على المناطق الغربية من محافظة ظفار. أيضا قمنا بتعزيز المناطق الغربية خصوصا ولاية صرفيت وشهد الصعيد بقوة إسناد إضافية تحركت أيضا صباح اليوم لتعزيز المواقع هناك، كونها ستشهد ربما كمية أمطار أكبر. نعم، هل رصدتم أي طرق حاليا غير سالكة في محافظة ظفار، سواء قطعت بالأودية أو بسبب تساقط ربما بعض المواد أو الأشجار؟ حتى الآن الحمد لله الطرق سالكة، ربما هناك في الطريق من شهاب الصعيب إلى صرفيت كما نشاهد حاليا جريان لبعض الشعاب من الجبال، ربما لو زادت حدتها ربما ستكون هناك بعض التساقطات الصخرية على الطرقات. نعم. نعم. ندعو حاليا المواطنين لتجنب العبور في هذا الطريق خصوصا خلال الساعات القادمة، نظرا لربما أو نقول أن هناك ستكون بعض الانقطاعات أو الانهيارات الصخرية على هذا الطريق. نعم، الملازم علي، فيما يخص إجلاء أو إخلاء بعض المناطق، هل تمت الأمور كلها بما يجب أو تواجه بعض التحديات في بعض المناطق؟ الحمد لله جرت كما يجب، هناك تعاون كبير من المواطنين والمقيمين، كذلك معظم القطاعات في اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تعمل يدا بيد للخروج من هذه الحالة المدارية بدون خسائر إن شاء الله بإذن الله تعالى. من خلال تواصلكم أكيد مع المعنيين سواء في الأرصاد الجوية أو في القطاعات المختلفة، ما هي القراءات للساعة القادمة؟ هل هناك يعني أي سيناريوهات كذلك محتملة للساعات القادمة تتوجب أخذ مزيد من الحيطة والحذر، أو تتوجب كذلك يعني تعزيز إسنادكم لبعض الأماكن بالتحديد؟ طبعا حسب القراءات الحالية أن الحالة الجوية انخفضت من إعصار مداري إلى عاصفة مدارية، ومتابعين أيضا لمستجدات هذه الحالة وانحرافها أيضا إلى الحدود مع اليمن ومحافظة المهرة. نحن نتوقع أن تكون هناك أمطار غزيرة حسب القراءات من الأخوة في الأرصاد العمانية. كذلك قمنا بتعزيز هذه المواقع المتوقع أن تكون فيها حدة أو غزارة للأمطار. فرقنا منتشرة، الجميع على هبة الاستعداد، جميع القطاعات تعمل وفق نظام محدد، الجميع يعمل الحمد لله، لا زالت الأمور تحت السيطرة وإن شاء الله تمر إن شاء الله بإذن الله تعالى. الملازم أول علي بن سعيد الفارس المتحدث الرسمي باسم قطاع البحث والإنقاذ باللجنة الوطنية لإدارات الحالة الطارئة، شكرا جزيلا لك، ونتمنى إن شاء الله مع انتهاء هذه الحالة تكون الأرقام كلها مصفرة 0-0-0، سواء يعني لا قدر الله فقدان في الأرواح أو ربما إصابات أو أي حالات إن شاء الله تعالى. بإذن الله هذا ما ندعو إليه، ونتمنى أيضا
بدورنا بإذن الله. الله السلام للجميع وحفظ الله عمان ومن عليها. شكرا شكرا جزيلا لك الملازم، يعطيك العافية الملازم أول علي بن سعيد الفارسي. لقاءات مثل هذه أحيانا تسعدك لأنها تطمئنك، ومثل ما ذكر الملازم علي إلى الآن لم يتلقوا يعني بلاغات، الطرق سالكة ولله الحمد، لا توجد أي حالات احتجاز أو حالات فقدان أو جرف أو غيره، وهذه كلها إن شاء الله مبشرة إن نحن يمكن من خلال تواصلنا مع الأرصاد الجوية خلال الساعات القادمة أو خلال حتى الدقائق القادمة، عندنا موعد مع الأرصاد الجوية الساعة 3 إن شاء الله راح نأخذ المستجدات، وبإذن الله تكون كذلك القراءات القادمة مبشرة، ويعني تكون أمطار خير وبركة يعني بنفعها البلاد والعباد بإذن الله تعالى.